ازاي تخلي ال 80,000 طن يبقوا 100,000 طن مش 80,000 طن؟ ده انا وانا بنفتتح الترعه بتاعت ال توشكا بقول لهم هل لو زرعنا السمك لو عرمنا فيها شويه سمك ممكن يعملوا مشكله للري ولا حاجه؟ قال لا مفيش، ممكن زي الترعه كلها يعني للدرجه دي. طب ما لل 80 البحيره بتاعت مصر دي، انت فاكر انك انت توشكا دي تقدر تزرع فيها، تقدر ترمي فيها سمك ويبقى لمده سنه ولا اتنين يا دكتور مصطفى ويبقى عائد كويس؟ اه، بس هتنقله ازاي؟ هتحط له محطات تبريد ازاي؟ هتجيبه من المنطقه دي ال 700 800 كيلو لمصر ازاي او للاسواق ازاي؟ في المنطقه دي ماشي. وبعدين فانا لما بكلمكم وبتكلم معاكم قدام الناس انا بقول للي بتهتموا ببلدكم وخايفين عليها وبتقولوا احنا ظروفنا صعبه، الفرص موجوده وربنا سبحانه وتعالى. يعني عايز اقول كلمه مهمه قوي، ما فيش عصفوره قالت له يا رب وانا طالعه لو طلعت هتاكلني ولا لا، ما قالتلوش كده، بتطلع وتلاقي رزقها. طب احنا لازم كمان، انا بتكلم على مخلوق ضعيف جدا جدا ومخلوقات كتيره جدا بتجري على رزقها وربنا بيرزقها، واحنا لازم نجري على رزقنا. وبعدين ما فيش فرصه لحاجه زي كده الا ما هي يا فندم الا ما تتعمل. هم المواطنين اللي موجودين اللي عايزين فرص عمل. لو انت النهارده جيت قلت لهم تعالوا ننزل على ال 50,000 فدان دول كبرنامج قومي لمحافظه اسوان او للمحافظه اللي فيها اكبر فيها ال 50,000 فدان بتوع القصب دول، وننزل عليهم ونقعد كمسؤولين على الأرض دي لغاية لما أنزل بالخمسين، إذا كان عندي شتلات ليهم، الخمسين ألف فدان دول مشتولين.